I'm gonna kick until I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop. صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في وين ما عم يحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم الخميس 19 حزيران 2014 نهار جديد عم بيكمل عم ببلش نهار ان شاء الله يكون فيه هيك افكار كلها ايجابيه ونحن دائما هيك بنجرب نعطيكم افكار ايجابيه بام تي في الايف. امبارح عم بحضر فيلم للاولاد على كل لاحظت انه بكل افلام الاولاد وبكل قصص الاولاد دائما هيك الشرير بيتحول باخر القصه لشخص منيح، ففكرت انه يمكن يا ريت بيتحولوا بالحقيقه هالشريرين اللي حوالينا بين هلالين اكيد لاشخاص منيحه، ولكن اذا منتمعن شوي هيك بهالقصص وبهالافلام منلاحظ انه هالشرير اللي تحول لشخص منيح هو انشاف بنظرة منيحة وهي نظرة الأطفال. طبعاً الأطفال دايماً هيك بيشوفوا اللي حواليهم أشخاص منيحة، أشخاص ما بتعملهم إلا الخير، فيمكن لو نحن شوي غيرنا نظرتنا بالعالم اللي حوالينا، ويمكن لو هالأشخاص اللي بتزعجنا اللي حوالينا جربنا نشوف المنيح اللي جواتها، يمكن هالشخص ممكن يتغير. ليه لا؟ ونحن دايما عنا الأمل أنه كل شيء حوالينا يصير منيح ونجرب نكون بأفضل حالة لنا وبأفضل حالة للأشخاص اللي حوالينا. أنا رح بلش الحلقة بباركود أنا وإلي. بونجور إلي. هلو، كيفك اليوم؟ تمام. عن أي فيلم بس كنت عم تحكي؟ هلا بخبرك لما بيجي لعندك. طيب. يلا الحلقة أصلا بدي أعرف أنا أوكي إنه من أي فيلم طلعت هالمقدمة؟ فيلم أثر فيه على فكرة. يلا جاي لعندك رح خبرك كل شيء. يلا ناطرك. بتكتلينا الفيلم؟ هلا هات لما نحكي اليوم عن باركود نخبر عن الافلام، شو رايك؟ انا ما عندي مشكلة بس انه في كم ايتم بدي احكي عنهم مش قادر نايم عليهم اليومين يعني بليهم كمل نومي. لا امبارح كنت عم بحضر ملفس تاخرت شوي لاحضره مع انجلينا جولي انا بعد ما حضرته. سو ما تاخرت يعني بالنسبة لي انه كثير منيح لكن رح اعطيك هيك مكسور علي مكتبة افلام لازم اروح احضرهم يعني مضبوط شي شهر مش هي حاسينه في افلام حلوة كثير حاليا على كل امبارح كنت عم بتطلع يعني خرج انه الواحد اتس ذا سيزون ايه بفتكر هيك بس ماليفيسنت شغله يعني والقصه اللي هي كوند في بالاساس قصه خرافيه حولوها بالاخر يعني غيروا لها النهايه وغيروا هيك بعض تسلسل الاحداث شغله مؤثره جدا والتغيير اللي صار تغيير منطقي كثير وتغيير ايضا مفيد يعني بتعرف دائما الفيري تيلز بغيرون يعني من نظره الاطفال لحتى يرضوا الاطفال لحتى هالولاد يتعلموا شيء دائما في هالديزني اندينج يعني صح. هلا هو ديزني 100% مع الموسيقى ومع هيك بعض الاليمان الموجودين يعني بتعرف الفاريز الجنيات دائما موجودين كل الناس اللي بيكونوا بالموفي هول بيخلوك ترجع تحلم وبيعشوك طفولتك بمرحله معينه يعني. صح وبالفعل يعني مثل ما كنت عم بقول الي انه هالشخص اللي هو شرير اللي هي كانت السورسير الويتش بالفيلم تغيرت من خلال نظره الاميره الصغيره لإلها يعني قد ما شفتها كانت تعيط لها فاري كانت تعيط لها انت الجنيه المنيحه اللي بحياتي فمع التكرار ومع مرور السنين تغيرت عن جد ورجعت خبرنا يعني. خبرنا الفيلم بيخلص غير هيك يعني ما كان مالكم نهائي بعد فيكم تروحوا تعملوا الموفي يعني لا في اشياء كثير يعني بتعرفي ان فاكت لان على طول بنحكي عن تكنولوجي في كثير امور يعني بنحضرها بالافلام بعالم السينما بنحسها بتكون هي من عالم الخيال ولكن بعد فتره بنصير عم نعيشها صح هلا هلا ايتم بدي احكي لكم عنه مثل 007 مثلا 007 لا هيدا فيري صاروا كلهم عندكم عم بحكي قصص ابعد شوي هول اللي بيكون فيرتشوال رياليتي بتكون السكرين طايره بالهواء بصير يمسكها يركب امور عليها بتصير على كل فاليوم بلشوا هول يصيروا اكثر واكثر واكثر وان فاكت هلا اول ايتم بدي اكون عم بحكيك عنه هو بعد ما حضرناه بموفي بس هو مقتبس من حياتنا اليوميه قد ايه بتستعملي اكيو ويذر لتشوف الطقس كيف؟ ولا شيء ما بتستعمليه في كثير ناس بيستعملوا هالابلكيشن في كثير ناس بيستعملوا هالابلكيشنز موجودين عنا على السمارت فون ليشوفوا الطقس كيف صار يعني صار اتكلنا عليهم كثير كبير
واليوم بس هل قد هن اكيوريت؟ ما هل بدي اقول لك عليها، مش هيك بدنا نحكي عن هالايتم يلي اسمه كلايميت. اليوم هن بيعطونا الطقس حوالي المنطقه يعني بالبلد نحن موجودين فيه، ام بال بال بالريجن يعني بالقطاع اللي نحن موجودين فيه، يعني في راديوس معين عم بيعطونا عليه الحراره. اليوم كلايميت قرروا يغيروا كل هالكونسبت، وعباره عن ديفايس كثير صغير من خلال البلوتوث رح تكونوا عم توصلوا بالابلكيشن، وفيكم تشوفوه بهالصوره اللي عم نشوفها، بيتعلق على تياب بينحط بالشنطه، وممكن تكون كمان عم تستعملوه ك يعني كي تشين. الحلو فيها رانيا انه رح تعطيكي لا كبروش زاويتك بهالصوره، فينا نغيرها بدل غيمه بنعملها بابيون يعني بتصير ارتب شوي. الفكره انه هون رح تكونوا عم تحصلوا على كل المؤشرات الحيويه اللي هي بتعود للرطوبه للحراره الشمس لليو في ريز يلي هن كثير مهمين، يلي رح يكونوا عم يعطوكم كل هالمعايير عن المكان اللي انتم هلا واقفين فيه وموجودين فيه. حلو. يعني انا ما عم بعطيكم اذا كنا بالنقاش ما بعطيكم دير مداري، اوكي اليوم الطقس بالنقاش، لا اليوم تقس انه وين انت موجود، هل قد في عندك رطوبه يعني. بالام تي في هل قد في رطوبه، هل قد الحراره الداخليه، هل قد اشعه الشمس. هل معايير الرطوبه اللي مش معوش عندنا رطوبه بلبنان كثير عم تزيد، كثير عم تزيد، وبعتقد مشان هيك هيك ايتم هو كثير مهم انه يكون عندنا هيك ديفايس، يعني لانه عم تحصل على بيرسونلايزد انفورميشن. اليوم توجه بكل تكنولوجي انه كل واحد يحصل على معلومات خاصه فيه، وقد ما في يكون انه عم بيشتغل على هالمعلومات لتصير تعنيه اكثر ويقدر يستفيد منها. اكيد هي النقطه الاساسيه فيها. يعني عرفت هون لشو بتفين قليله؟ انا شايفه هيك شتل، ما بعرف اذا عم شوف مزبوط. هي اذا بدي يكون بس عم تعطيكي اتس ديفرنت انديكيشن للتقس، يعني كيف عم تعطيكي اياها. ولان كنت عم بقول انه هي هل ديفايس هو موصول من خلال ابلكيشن على سمارت فون على ابلكيشن يلي على اساسها رح تكونوا عم تحصلوا على كافه المؤشرات الحيويه اللي انتم بحاجه لها. فا اجين بس في نقطه بدي ادوي عليها بما انه هلا بموسم الصيفيه نحن، انه هالديفايس رح يكون عم يعطينا اليو في ريز، قد ايه حدت هالاشعه الشمسيه اللي هي كثير مهمه، قد ايه حدت الاشعه الشمسيه اللي عم نتعرض لها لنعرف خلال النهار عن جد كيف فينا نتجنبها وكيف فينا انه نكون عم نستفيد لاقصى درجات منها، ان كان بدنا ناخذ لون يا ما كل هاللون او فيتامين يعني. دي او يعني حيلا شيء من الشمس. Exactly. وايضا بننتبه تحديدا للاولاد اللي ولجلدة، يعني كلنا بنعرف انه هلا في عندي كل الناس بيصير على البحر بيقعد، في ناس بعدهم اول مره بيحترقوا يعني بيقعد هيك على الشمس احرقيني يعني بس انه هيدا المنطق هذا منه مزبوط. فهيدي كانت كلايميت باي ذا واي. تاني ايتم بدنا نحكي عنهم، قد ايه بعد معنا وقت؟ دقيقة ونص. دقيقة ونص فاين، ما بنحكي عن تاني ايتم، حاحكيكم عن ابديت جديد صار. طيب خليني اكمل حكي عن الفيلم. بس هيك هي كثير مهمة، هي كثير مهمة، رح نروح نحضره رانيا، رح نروح نحضره. لا لا لازم تحضره. اي ويل. يعني انجلينا جولي تخطت حدود التمثيل. حاحضره ميشيل انجلينا بداية. مش معقول. وبعدين ميشيل الموفي يعني. انه ايه. لا. خبرتيني شوي شو بيصير بالاخير، بدي اشوف بس تاني مقطع. لا بيصير بعد غير. في غير اساسي. فيسبوك امبارح هذا ريليست نيو اب اسمها سلينك شوت، هي كانت الثلاثة بالليل يعني على بكره بوقت امريكا. سلينك شوت للناس اللي اوديو عنها انه ليه بهم انه نعرف الساعه لا اكون كثير بريسايس يعني انا كنت عم تبعها بوقتها. هالاب هي كثير شبيهه بسناب شات للناس اللي بيعرفوا سناب شات. وسلينك شوت بيجي اسمها يعني هي مثل النقيفه، الفرق انه بتاخذوا صور وبتبعتوا هول الصور، يو سلينك شوت ذيم بتبعتيهم بتنقفيهم لعند اصحابك وبتصيروا تزيدوهم انتم لهول الاصدقاء اكيد بمجرد ما يكونوا عم يخلقوا اكونت. فالتوجه شوي اذا بدنا ناخذ الهدف من وراها، الديزاين تبعها منه كثير حلو، عندي اياها على سمارت فون بس مش حفرجيكم اياها على التليفون لان الاكرون بتطلع كثير صغيره، بكره بفرجيكم اياها على الايباد. فينا نجربها دغري. ايه منها موجوده بالستور اللبناني يعني بدكم تنزلوها برات الستور، هي نزلت بس بامريكا وبس على ايباد وايفون بتلاقي لها حل كثير هين، وعلى اندرويد صارت موجوده برات الستور. ميرسي إلي، ثانك يو لك، ما بقى تعطي هالقد تدقيق بالمعلومات، شكرا لك. اني تايم. نحن رح نتوقف مع اوتو فوكس ومنتابع.